رجل يقول: كانت زوجتي حاملا في الشهر التاسع ثم سقط حملها، فهل يجوز أن نعمل عقيقة عن هذا السقط؟ من ولد ميتا لا تذبح عنه عقيقة، وبخاصة أن بعض الفقهاء قال يدخل وقت العقيقة بسابع يوم الولادة وتسقط إن مات قبل السابع، وبذلك قال مالك كما ذكره الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. وبهذا لا يجب ولا يسن عمل عقيقة للسقط، والله أعلم.